فقدت مصر والجمهور العربي النجمة الكبيرة معبودة الجماهير الفنانة شادية بعد الصراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاما، وأقيمت جنازتها بمسجد السيدة نفيسة. وبعد أن قدمت للسينما العربية العديد من الأعمال الدرامية، هذا فضلا عن الكثير من الأغنيات التي قدمتها للمكتبة العربية، الفنانة شادية من أهم النجوم اللي تربعوا على عرش الفن، وقدرت أنها تكون نجمة ذات طراز خاص سواء في التمثيل أو الغناء. وبدأت مسيرتها الفنية من عام 1947 حتى عام 1984، وقدمت في السينما حوالي 110 فيلم، ومن أبرز أفلامها شيء من الخوف واللص والكلاب وعفريت مراتي ومعبودة الجماهير وأغلى من حياتي. في دي الحبايب يا انت وكل أمالي ومنايا انت. وعلى مستوى الغناء كانت شادية متربعة في قلوب جمهورها، وقدمت الأغاني الخفيفة والطربية، ونجحت في كل الألوان الغنائية سواء العاطفية أو الوطنية، ومن أبرز أغنيتها الوطنية أغنية يا حبيبتي يا مصر. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر.